السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبارت. كما راكم تشوفوا خاوتنا على بالكم باللي صار لنا مشكل في قناه جياسكا اخبار تي في، وعوضناها بهذه القناه جياسكا اخبار اللي ديما ان شاء الله راح تشارك لكم الجديد والحصري. ماذا بينا فقط تابوني في هذه القناه وتبارطاجيو هذا الفيديو باش ان شاء الله ديما يوصلكم الجديد، حتى باذن الله يتفك المشكل اللي صار لنا في القناه الاولى ونرجعوا نخدموا ان شاء الله ونعطيكم الجديد يعني بزوج قنوات باذن الله راح تكون العوده بقوة. شاهد آخر أخبار وآخر تصريحات لاعب الليلي لاعب شبيبة القبائل، قال لك سنعود بورقة التأهل من تونس، هذا وعد للشعب القبائلي. يعني الليلي راه وعد الشعب القبائلي الجزائري وقال لك سنعود بورقة التأهل من تونس، وقال لك هذا هو الوعد نتاعي للشعب القبائلي. قال لك نحن الجياسكا وماشي الترجي اللي يخوفونا صراحة، وهذه عجبتني بالبزاف لأنه الجياسكا اسم كبير بزاف وتاريخ عريق جدا وماشي الترجي اللي راح يخوفنا، وهدف واحد لنا وسوف تنقلب المباراة بإذن الله، وهذا كل ما نترجاه وهذا كل ما يتمناه جميع الشعب القبائلي. قال لك السقوط في البطولة الوطنية، قال لك هذا ليس معقول، وكي نكملوا ان شاء الله في رابطة الابطال نوليو للبطولة، قال لك نربحوا فقط 3 مباريات باذن الله نخرجوا من دائرة الخطر. يعني مجرد الفوز ب3 مباريات فقط راح تخرج شبيبة القبائل من دائرة الخطر، وهذه ان شاء الله الحاجة هي اللي عجبتني، انه ثقة في النفس، انهم واثقين ان شاء الله في نفسهم وعلى بالهم باللي اسم شبيبة القبائل كبير بالبزاف بالبزاف. يعني ماذا بينا ان شاء الله تشاركونا الاراء تاعكم في التعليقات، واش رايكم ان شاء الله في هذا التصريح اللي قالوا اللاعب الليلي، والتوقعات نتاعكم تاع النتيجه في مباراه الترجي التونسي، ولايك على الفيديو وخليونا الاراء تاعكم ان شاء الله.